حقائب قماشية واكسسوارات للموبايل واللابتوب وغيرها، منتجات غزلت خيوطها هؤلاء السيدات التي يعملن بكل اجتهاد للانتصار على غلاء المعيشة. هنا في عزبة خير الله، إحدى الأماكن الأكثر فقراً، يعمل هؤلاء السيدات التي العمر بالنسبة لهم مجرد رقم، حيث نجحن في إظهار موهبتهن بعد تدريب، ليقدموا للمجتمع منتجات فقط في جودتها العديد من المنتجات التجارية المعروفة. أنا كنت من ضمن المتدربات في الجمعية من الأساس، كنا بنتدرب على أساس إن هو مشروع الخياطة، وعلى أساس إن إحنا نشتغل يعني في بيوتنا، نحاول نجيب مكان نشتغل في بيوتنا عشان نعرف نصرف على أولادنا. تتيح الجمعية القائمة على مشغل الخياطة للسيدات فرصة العمل الخاص، ليكون العائد المادي لهن كمساعدة في زيادة الدخل. المشروع بتاعنا كله يعني قائم على المساعدات، إن إحنا بنساعد السيدات، بندربهم وبنساعدهم بدون أي مقابل خالص نهائي. يعني أنا في ناس كتير قوي كانوا بيجي عشان يتدربوا هنا عندي، فأول ما بيخشوا طب يا مدام حضرتك بعت يعني الدورة دي بكام؟ فبقول لهم لأ، من غير ولا مالين، إحنا بهدفنا إن إحنا نساعدكم. هنا علمونا نعمل الشنطة إزاي والمقلمة، وكان فيها ساعة موضوع الكورونا وكده البداية بتاعتها، علمونا نعمل الجوين وعملناه وطلعنا منه إنتاج كويس كده. فجيت هنا المكان ما كنتش عارفه اي حاجه في اي حاجه، ففضلوا ورايا لحد ما علموني، تعلمت رد من الابره، تعلمت ارد من اعمل المكوك ازاي، والحمد لله واحده واحده ابتديت اقعد على المكنه وتعلمت لحد ما طلعت انتاج. بقيت متخصصه في المقالم، بقيت اعمل المقالم ديت، بقيت انا الوحيده هنا متخصصه للمقالم. تكللت قصة كفاح هؤلاء السيدات بالحصول على علامة تجارية خاصة لمنتجاتهن بعد أن تدربنا وأتقن عملهن، وأصبحنا ينقلن خبراتهن إلى جيل جديد لديه معرفة بمهنة تعينه على مشقة الحياة. محمد الخطيب لمراسل النيل.